عليكم، كي دايرين ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. اليوم غنديروا كاب كيك بالشوكولاط، يعني بكاكاو والمر. غندوزوا المقادير. عندنا هنا 4 البيضات على درجه المطبخ، عندنا كاس ديال السنيده عنبه، عندنا كاس ديال الزيت ديال العنبه، عندنا كاس ديال الكوك مطحون، عندنا كاس الحليب، عندنا هنا الكويطات اللي غنديروا فيهم، عندنا هنا 2 معالق ديال الكاكاو المر، عندنا فاني وحده، 2 خمارات ديال 18 غرام، وعندنا فانيا وحده. ندوزوا على بركه الله، ندوزوا على بركه الله. ناخذوا البيض على درجه المطبخ، 4 البيضات، كاس ديال السنيده ديال العنبه، من بعد ما خلطنا البيض والسنيده كنزيدوا كاس الحليب، كاس الزيت، وكاس ديال الكوك. كناخذوا الكاكاو حتى هو، الشيء اللي خدينا كاكاو فانيو والخميره زوج، صافي كنخلطو كلشي مع بعضياتهم تيتجانس الخليط. من بعد ما جمعنا الخليط ديالنا بحال هكا كما كتشوفوا، كنجيبو المول ديال كاب كيك وكنديرو فيه الكاب كيك ديالنا، راه موجود وثمنه مناسب. هاد الكويطات اللي ما عندوش هاد المول يدير 2 ديال الكاب كيك وحطهم في اللاطا، يعني 2. كنديرو 2 معلقات، ناخذ الاولى راه كيجي زوين ومزيان للكوتي ومزيان للدراري لوليدات المدرسه، يعني حاجه الدار، يعني كتعرفي شنو مصاوبه لوليداتك شنو عاطيها. من بعد ما درنا الكاب كيك ديالنا في الكويطات، كندخلوه الفران على درجه حراره المطبخ، الفران 180 درجه، فران الضو كنشعلو فوق لتحت، كان فران الغاز كنشعلو غير لتحت ما يتحمر نحطوه غير شويه ونتلاقاو من بعد ما يخرج من الفران. من بعد ما خرجنا الكاب كيك ديالنا من الفران كتشوفوا بحال هكا كما كيجي، كيجي تبارك الله زوين واقتصادي. خرجت لينا هذه الكميه 21 حبه ديال الكاب كيك، هاد المطادير اللي عطيتكم خرجوا 21. نتمنى تجربوا لوليداتكم، يديوه معاهم المدرسه، الكوتي بحال هكا، الكاسكروت، وزوين واقتصادي، وكتعرفوا شنو صوبتوا في الدار لوليداتكم. ونتمنى تجربوه وتكتبوا لي التعليق لتحت كيف جاكم، وتشاركوني بالاشتراك وبجيم باش تكبر القناه ديالي ان شاء الله. وشكرا لكم.